على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فكلامنا اليوم في آياتنا الكريمة التي تبين لنا أنه لا ينقذنا إلا الاستمساك بالقرآن والشريعة بعد أن نبهنا الله تبارك وتعالى وحذرنا من أن نميل إلى أفكار اليهود وغيرهم من أعداء الله يبين لنا أننا ينبغي أن نستمسك بالشريعة ولا نموت إلا على الإسلام. يقول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا إلى آخر الآيات. يا أيها الذين صدقوا بالله تبارك وتعالى ربا وخالقا وإلها مطاعا اتقوا الله حق تقاته. التقوى امتثال أمر الله واجتناب ما نهى عنه الله حتى تقي نفسك من عذاب الله، هذا مفهوم التقوى. وإن كان مع الأسف جميعنا يسمع الخطباء في كل أسبوع من واجبات الخطبة أن يحث على تقوى الله فأقول الحمد لله ويهزون الرؤوس وبعضهم لا يفهم ما معنى تقوى الله. اتقوا الله حق تقاته، ما معنى حق تقاته؟ بينوا حق تقاته أن يطاع فلا يكفر وأن يذكر فلا ينسى وأن اتقوا الله حق تقاته أي تطيعوه ولا تخالفوا أمره واذكروه ولا تخرجوا عنه واشكروه ولا تكفروا. إذن أعيد معلش إذا تكرمتوا، أن يطاع فلا يعصى وأن يشكر فلا يكفر على نعمه الخاصة والعامة وأن يذكر فلا ينسى. قال بعض الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال سددوا وقاربوا، يعني امشوا على الطريق وحاولوا أن تلتزموا الأمر فيعينكم الله تبارك وتعالى عليه. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، كيف يعرف الإنسان متى يموت حتى يموت مسلم؟ قال العلماء علماء التفسير ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني التزموا الإسلام دائما، كن دائما أيها المؤمن مستسلما منقادا لأمر الله في كل أحوالك، ولا تكن كالمنافقين أو كاليهود الذين كانوا يقولون سيغفر لنا. لا، استسلم لأمر الله في أي وقت جاءك ملك الموت يقبضك وأنت مسلم. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اعتصموا تمسكوا، حبل الله هي شريعته المحكمة المنبثقة من القرآن وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد شرحها وبينها العلماء في الصدر الأول منذ الصحابة إلى التابعين، لم يتركوا شيئا إلا بينوا حكمه واستنباطه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اعتصموا بحبل الله جميعا لها شقان، جميعا أي كلكم مجتمعين على الاستمساك بحبل الله، أما إذا كان بعضكم مثل ما يجري في بعض الدول الإسلامية بعض الناس يقولون هؤلاء بده يطبقوا الإسلام هؤلاء بده كذا، صاروا الأكثرية الإسلام ما بدنا، ليش خيو أكثرية البلد إسلام ولا كفار؟ المسيحية لم يتألموا من أن الأكثرية إسلام، هذا أمر طبيعي. إذا تمسكوا بحبل الله جميعا بشريعة الله كلكم، وأيضا كلمة جميعا تمسكوا بحبل الله جميعا أي بجميع ما جاء به الله تبارك وتعالى وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم.
تمسكوا به، لا تأخذوا ببعض وتتركوا ببعض، فتكونوا مثل اليهود الذي قالوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ما وافقكم تؤمنون وما خالف ما لم يحقق مصالحكم تكفرون به أو لا تمتثلون أمر الله فيه، بل طبقوا شريعة الله كلها. واذكروا نعمة الله عليكم، أعظم نعمة على الأمة العربية وعلى العالم أجمع الإسلام. لما؟ لأن الإسلام تحرر، لا إله إلا الله التي هي أساس الإسلام، تحرر صحيح حقيقي من كل عبودية لغير الله. إذا لم يفهم المؤمن هذه الحقيقة أن لا إله إلا الله تحرر من العبودية لغير الله، لا يستطيع أن يفهم حقيقة الحرية والكرامة والعزة، الاعتزاز بالله لا الاعتزاز بالتبعية للمخلوق. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء. وفعلا نحن واقعنا الآن أعداء، كما ذكرت في حلقة سابقة أن اليهود وأذنابهم استطاعوا أن يفرقوا المجتمع الإسلامي، فهذا مبدأه كذا وهذا فكره كذا وهذا طريقته كذا وهذا تابع لأمريكا، مسلم كاثوليك ومسلم بروتستانت ومسلم يهودي ومسلم كذا، كانوا متفرقين. والبعد عن الحق الذي أنزله الله وعدم معرفة طاعة الله جاهلية، هذا هو المفهوم الإسلامي. كنتم أعداء في جاهليتكم، في خضوعكم لغير أمر الله تبارك وتعالى، فالله سبحانه وتعالى ألف بين قلوبكم على الإيمان والإسلام والاستسلام لله والانقياد له، فأصبحتم بنعمته بنعمة الله إخوانا لا رفقاء، أصبحتم بنعمة الله إخوانا لا رفاقا ولا غير ذلك. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كنتم إذا متم ستذهبون إلى جهنم وأنتم على هذه الحالة. فانتبهوا، أنقذكم الله منها بالإسلام وبالاجتماع على أمر الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك أي مثل ذلك البيان والتوضيح يبين الله لكم آياته، آيات القرآن، حتى توضح لكم الطريق الصواب. ما يبقى لأحد حجة يقول يا ربي والله أنا ما فهمت، لا، القرآن واضح، طاعة الله والرسول لا طاعة مبادئ أخرى. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، تهتدون إلى ما؟ إلى الحق، إلى الصواب. تقارنوا بين ما كنتم عليه في الجاهلية عندما تختلفون على المبادئ وعلى الأفكار وعلى الخرافات وعلى اتباع هذا واتباع ذاك، أصبحتم بعد الإسلام الذي تحولتم إليه في نعمة عظيمة، لأنكم أصبحتم قوة حقيقية متماسكة لا يستطيع أن يدخل بينها شياطين الإنس والجن فيفسدون عليكم مجتمعكم وأمتكم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.